تتخانقوا ليه يا حلوين؟ لا مفيش أي حاجة حضرتك. أوعى يا أخت. خلص يا أنا هقعد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. وأنت حضرتك مين؟ واحد لابس مخطط وقناع ونطف من الشباك. هكون مين؟ براد بيت؟ حرامي! أيوه حرامي، يبقى تدخل البيوت باحترامك. وتتكلم بأدب لو سمحت، وما تزعقش وما تعليش حسك. أتكلم بأدب؟ آه لو سمحت. لو سمحت يا طنط، بعد إذنك ممكن أسرق الهاوس بتاعكو من غير ما تعملوا دعوشة؟ أوكي؟ ممكن تسرق طبعا، لأن إحنا مش هنقدر نقاومك، بس أرجوك إن أنت تتعامل معانا بهدوء، وبعدين أنت مش عايزنا نزعق ليه ولا نعمل صوت ليه؟ عشان الدوشة بتجيب لي صداع! أيوة خلاص، أيوة خلاص. وأنا لو شايت حد بالمطوة دي هيجرى له إيه؟ لا خلي بالك، ده انا مخلفه راجل من ظهر راجل. ايوه ده احنا عندنا ولد عنده سيكسي باكسي، ده انا اخويا يقطعك. ده انا ابني لو شاف حرامي بس ماشي في الشارع ممكن يقطعه، ياكله بسنانه، يقرمشه، يذبحه، يخلص عليه. ده انا اخويا شرس. ده انا اخويا ياكلك. يا ولا انا بتكلم عنك كل ده على انا؟ ايوه انت نفختي جامد. اتصرف، اعمل حاجه، الحرامي واقف قدامنا. فاجئتيني اني ماليش اخوات دلوقتي، فاجئتيني يا لص. ايوه ايه يا حبيبي؟ انا استحاله حد يسرق البيت ده وانا موجود. لو كنت جيت متاخر 5 دقايق كان زمان نزلت، كنت خدت اللي انت عايزه. انا دلوقتي خلاص زمن الزمون. حلو الروب ده. ثانية واحدة. ايه؟ كلبزات يا بنت. ايوه كلبزات. كلبزات بسرعة. لأن أنا عشان إيدي ما يجيش فيها الدم اللي أيوة. هينزل منه. أيوه هو فاكر إن أنا هتضرب منه، فاكر إن إحنا بنهزر. أه لا ما دي خلصت. دي خلصت وعايزين نبعت نجيب تاني. أه. لبست الكادلز؟ أه يا حبيبي. ثانية واحدة. ايه؟ سخنوني يا جماعة. أيوه اتفضل. سخنوني. بص سخنيه. يا سلام. ايه ما كنا سخنيه ده تجميله ولابست روب المصارعه. لا ده انا كنت داخل اللي اخد دش ما كانش. طب يلا قوم. يلا بسرعه كده بسرعه. يلا اضرب. ايه ده؟ هو بيلف التراك جاي. ايه اتاخرت عليك؟ لا يا حبيبي اضرب. هوبا. ايه ده؟ اتصل بقرايبنا في البلد. اتصل بيهم. انا بصي يعني افتح حوض اكتر من كده هموت خلاص. اتصلي. اتصلي هاتيهم. حماده. ايه؟ عشان انت ما يا ولد ابني بدري. يا لهوي فضحتنا في وسط الحته. قوم يا بدري قوم قوم قاوم. ها خلاص ولا هتستسلم ولا هتكمل ولا ايه؟ لا هيكمل هيكمل. ماما هتكمل. ماما خد الكلبزات وكملها. يا ابني كمل انت. قوم. ايه؟ هتكمل ولا لا؟ ابوس ايدك. هتكمل؟ ايوه. انا هكمل. وريني ايه؟ انا هستسلم، ده معايا مطوه. يا ماما. يا ماما اتفضل حضرتك خد اللي انت عايز. اتفضل. بجد ريلي؟ انت سو كيوت. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ابن الراجل بقى سو كيوت. خد هنا. ايوه. خد هنا. بعد اذنك يا امي. اتفضل يا حبيبي. تعالى بس ما تخافش. كده ما تخافش كده. انت اسمك ايه؟ ايه؟ ايه اللهم صل على النبي. ايه بدري بدري. لا بدري ما بقاش ينفع دلوقتي خالص. انت من هنا ورايح اسمك عزه. ايه عزه؟ ممكن شيماء. انا شكلي شيماء احلى صح؟ مش شكلي شيماء لا انا بحب عزه. وهترفع صوتك وهترقص. ايه ارقص يا عزه. يا لهوي اكتر يا عزه. يلا هوب 1 2 ادي امال شرس ايه وسكسي باكسي ايه؟ يا
جماعة أنا بحب أتفرج على المصارعة بس أنا مش بعرف ألعبها، يعني ناس كتير بيحب يتفرج على كرة القدم، هل ده معناه إن كل الناس محمد أبو تريكة؟ لا طبعًا.